عزيز النتيجة لنيجيريا في الدقيقة 25 قبل أن يضيف جون أوبي ميكيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني تمكن نبيل بن طالب من تقليص الفارق للجزائر في الدقيقة 67 قبل أن يعود فيكتور موزيس ليضيف الهدف الثالث لنيجيريا في الوقت المبدد. وبهذه النتيجة عززت نيجيريا صدارتها للمجموعة برصيد 6 نقاط.